بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا الفيديو بدنا نحكي إن شاء الله على متطلبات العمل الحر عبر الإنترنت. أوكي؟ طيب، في البداية لازم يكون في عندي مهارة تقنية، لأنه فعليا بدون المهارة التقنية ما بقدر إنه يعني أشتغل يعني كفريلانسر. يعني حاول إنه أنت قدر الإمكان إنه أنت تحصل مهارة كافية في مجال معين، بعديها إنه أنت تدخل العمل الحر. يعني على سبيل المثال انه ممكن انه تحترف مجال تطبيقات الموبايل مثلا، وتاخد يعني تصل في حد معين من المهارات، وبعديها تدخل العمل الحر. لانه دخولك العمل الحر وانت لسه مش متمكن من هذا المسار، مسار التطبيقات على سبيل المثال، بسبب انه يعني انه انت رح يعني رح تعمل حساباتك، ويكون لك فترة على منصات العمل الحر دون الحصول على وظيفة، وهذا بيأثر بالسلب على حسابك. فبالتالي احرص انه يكون في عندك يعني تطور حالك في مهارة معينة اكتر شيء، تمام، وتصل لحد معين، وبعديها انه تدخل في مجال العمل الحر. كذلك من المتطلبات انه يكون في عندك الادوات، جهاز لابتوب بالاضافة لاتصال بالانترنت، مكان مناسب، بالإضافة للأدوات الأخرى اللي أنت ممكن تشتغل عليها كفريق، يعني زي مثلا أدوات التيم فيور، أدوات تعقب الوقت، التايم تراكينج، وكل الأمور هاي. يعني فحيكون في عنا في المادة الإثرائية حاط لكم لينك عن أكثر مدى أكثر 100 أداة مفيدة في العمل الحر فعلا، إنه أنت ممكن إنه يعني ومجانية إنه أنت تستغلها في عملك الحر. كذلك لازم يكون في عندك مهارات العمل الحر. مهارات العمل الحر مختلفة عن المهارة التقنية. المهارة التقنية زي ما ذكرنا على سبيل المثال تطوير التطبيقات الموبايل، هذه عبارة عن مهارة تقنية. لكن مهارات العمل الحر يعني تتعلق بمهارات إدارة الوقت، ومهارات التواصل مع الزبائن، والتفاوض، وكل هاي الأمور. تمام، خلينا نفصل في هاي الأمور. طبعا تفصيل هذه الأمور بيجي إنه المهارات الحياتية بتشمل إدارة الوقت. هذه بغض النظر إن أنت بتشتغل فريلانسر أو لا، إنه أنت عندك القدرة على إدارة وقتك، وقتك منظم. خلاص إنه أنا بدي أخصص من وقتي ساعتين كل يوم عشان أعمل كذا وكذا وكذا، بدي أخصص ساعة عشان أعمل كذا. هاي الشغلة كتير مهمة، وبرجع بأكد مرة تانية، إذا أنت ما عندك القدرة إنه أنت تدير وقتك فمكانك مش هنا. فعلا فعلا إنه هاي النقطة رجاء إنه أنتوا تركزوا عليها، وإنه أنت إنه أنت فعلا إذا حابب تشتغل في هذا المجال إنه يكون في عندك مهارة إدارة الوقت. كذلك مهارة الحوار والإقناع. طبعا التعاطي مع الزبون إنه بيكون عادة لازم يكون في أخذ وعطاء، لازم يكون في حوار، إنه لا هذه الطريقة أحسن، لا هاي الطريقة أحسن، لا هاي، إنه أنت تقنعه بالطرح تبعك، لأنه أنت ما بتقدر إنه أنت تجبره يا بعمل لك إياه بالطريقة هذه يا بلاش، لا مش هيك الأمور يعني. فلازم يكون في عندك فعلا إنه الإقناع، إنه والله إنه المخرج طلع معك بالشكل هذا لأنه يعني ما في مجال إنه أنت تطلعه بشكل أفضل، مش إنه أنت عندك بس. كذلك إنه إنه يعني في السوق إنه ما في نموذج أو ما في تطبيق أفضل من هاي الصورة بهاي الطريقة، أو المشكلة التقنية هذه لسه ما انحلت. يعني مثلا يعني على سبيل المثال طبعا بده يكون في عندك مهارة التفاوض متعلقة بالسعر، وبده يكون يعني هذه مرتبطة كذلك بموضوع الإقناع بشكل كبير، تمام. كذلك لازم يكون في عندك مهارات الاتصال والتواصل، الكوميونيكيشن، إنه بدء المحادثة والرد على الرسائل وبدء الحوار وكل الأمور هاي. فهذول الثلاثة إنه بيتقاطعوا مع بعض، المهارات الثلاثة هذول. أوكي. بخصوص مهارات العمل، يعني خلينا نبدأ باللغة الإنجليزية. اللغة الإنجليزية مهمة جدا جدا جدا،
في هذا الإطار، لأنه أنت ما بدك تحصر حالك في الزبون العربي، لأنه باختصار شديد جدا أنه بحد السوق تبعك، أنه بيكون خلاص في منطقة محددة. بدك تفتح الأفق تبعك لأسواق جديدة، فبالتالي مهارة اللغة الإنجليزية مهمة جدا عشان أنه أنت تقدر تتواصل مع الزبائن من مختلف المناطق. كذلك مهارة الكتابة التقنية، لأنه أنت بدك تكتب بروبوزل، لازم أنه أنت تكتبه بشكل صحيح، تمام؟ فهذه مهارة كتير مهمة جدا جدا، حنحاول أنه احنا نركز على هذه المهارة في 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 هذا الكورس. بخصوص مهارة اللغة الإنجليزية، طبعا احنا ما بنقدر، يعني هذا خارج نطاق هذا الكورس، وفي الحقيقة لن نفلح في إصلاح ما أفسد الدهر بخصوص اللغة الإنجليزية. فعشان هيك إنه احنا بدنا نركز في موضوع الكتابة التقنية، في كتابة البروبوزل، وهي بتعتمد بشكل أساسي فعلا على اللغة الإنجليزية يعني. فعشان هيك إنه راح نواجه صعوبة في هاي الجزئية، وإن شاء الله بنقدر نتغلب عليها. كذلك من ضمن المهارات مهارة التسعير، هذه شغلة كتير مهمة. يعني العديد من الفريلانسرز بيواجهوا مشكلة في تقدير السعر المتعلق بشغلهم، أو هذا الشغل قديش بيكلف. فهنحاول إنه يكون في عندنا مجموعة من، يعني سواء كان في كتابة البروبوزل أو في التسعير، يعني مجموعة من الأمثلة الواسعة في عدة مجالات، ونحاول إنه احنا نشتغل عليها مع بعض، وإن شاء الله بتوضح الصورة لكم بهذا الخصوص. كذلك بشكل أساسي لازم يكون عندك القدرة على التعامل مع منصات العمل الحر. أعتقد أنه جميعكم يعني عندكم القدرة هذه، والتعامل معها يعني سهل جدا، يعني على اختلاف المنصات، يعني كل واحدة فيها لها خصوصية شوية في هذا الأمر. كذلك من ضمن المهارات التسويق الإلكتروني، أنه أنت تقدر أنه بشكل فعلا أنه بشكل إلكتروني أنه أنت توصل لقاعدة عريضة من الزبائن، بحيث انه تقدر انه توفر لك زبائن من مناطق او من شرائح مختلفة عبر التسويق الالكتروني. طيب، بعد ما حكينا عن المهارات الحياتية ومهارات العمل الحر، حابب انه انا ارجع هنا للادوات. المقال اللي حكيت لكم عنكم حابب انه انا استعرضه هنا، اسمه 100 مصدر وأداة مجانية لريادة الأعمال والمشاريع الناشئة، أو كذلك أنه ممكن نضيف عليها العمل الحر. طبعا هذا المقال يعني بعرفه أنه من عدة سنوات كان موجود، وآخر تحديث يعني بيتم تحديثه باستمرار، آخر تحديث كان في مارس 2020. الجميل في الموضوع هنا أنه مقسم الأدوات اللي من خلالها بتقدر انه انت تصمم وتطور وتسوق والى اخره من الاشياء. بخصوص الادوات المجانية المتعلقة بالتصميم، هذه هي كلها مسرودة هنا، تمام. بعديها بخصوص التطوير بحكي لك انه انت عندك البيت بوكيت، الكين.io بيجمع لك بيانات، الفيجوال ستوديو، الى اخره من الادوات اللي انت ممكن انه انت تطور فيها على الكلاود. هذه بخصوص بناء المجتمع. هذه العثور على شريك مؤسس، هذه متعلقة بريادة الأعمال. هذه بخصوص التعلم، هذه بخصوص التسويق لو أنت بدك أنه أنت تسوق نفسك، هذه عبارة عن يعني شغلات أو مصادر أنه بتساعدك في بناء مجتمع أو التسويق عبر الإنترنت. هذه أخبار المشاريع الناشئة، إنجاز المشاريع الناشئة وإدارة فريقك، المزيد من مصادر لريادة الأعمال. فهذه هي المصادر اللي أنت ممكن أنه أنت تطلع عليها، أوكي؟ إضافة لذلك، في موقع عرفني.com بيعرض أفضل تطبيقات وأدوات العمل عن بعد 2020، ومقسمها لحوالي 9 فئات، اللي هي تطبيقات اجتماعية عن بعد، المرئية، اجتماعات العمل مرئية وصوتية، نقاشات والتعاون، رسائل، تخزين والمشاركة، المستندات والعروض التقديمية، إدارة العمل عن بعد. كل هاي الشغلات، إنه الملاحظات، الوايت بورد، تطبيقات التفاعلية، السبورة التفاعلية، أدوات لا غنى عنها وللإنجاز وزيادة الإنتاجية، ممكن إنه أنت تستعرضها
مفيدة جدا لإلك، إنه أنت يعني قد تكون إنه أنت بتستخدم بعضها، ولكن هذه كتير مهمة إنه أنت يعني تساعدك إنه في بعض الأدوات قد تكون إنه أنت مش ماخد بالك منها إنه تستفيد منها بشكل كبير. أوكي، فهذه هي المصادر، هحط لكم إياها إن شاء الله في المصادر الإثرائية في العمل الحر، وهيك يعني بنكون خلصنا جزئية الأدوات. المهارات هذه يفترض إنه أنت من خلال دراستك أو من خلال دورة تدريبية إنه أنت قد تكون حصلت على مهارة تقنية، سواء كان في برمجة تطوير المواقع الإنترنت بالمسارات المختلفة تبعتها، أو تطبيقات الموبايل، أو التصميم، أو أي نوع من هذا الأنواع. وبهيك بنكون خلصنا جزئية متطلبات العمل الحر عبر الإنترنت، وحكينا على كل الجزئيات تبعتها.